سمارت انفو. وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف أشرف على حفل تسليم للابيل ستارتاب لـ 17 مؤسسة ناشئة في دورة شهر نوفمبر 2019، وتفتح الوزارة في الأسبوع الأول من كل شهر باب التسجيل للحصول على علامة مؤسسة الناشئة. 15 مليون أورو هي قيمة الفوند انفستيسمون جديد اللي أعلنت لجانس فرانسيز دو ديفلوبمون إنها باش تقدمه لدعم المؤسسات الناشئة في إفريقيا. والفوند هذايا موجه ل 45 دولة إفريقية باش يتم توزيعه عبر شركاء الـ AFD في الدول من ديز انكوباتور، دي هوبس، ديز اكسيليراتور. شو معناها الفوند انفستيسمون؟ لو فوند دانفستيسمون هو نوع من انواع التمويل المخصص للشركات الصغيره والا الشركات الناشئه. هو جا باش يحل محل التمويل البنكي، لانه النوعيه هذه من الشركات يصعب عليها الحصول على قروض من البنوك، ويكون الحصول على الفوند دانفستيسمون في شكل هبات او جوائز ماليه لمسابقات والا استثمار يتم استرجاعه فيما بعد. سمارت انفو.